السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم مع تصريحات من والي ولاية بولو وأيضا من رئيس بلدية هاتاي التركية، تصريحات للأسف كلها مخزية باتجاه السوريين. تابع الفيديو للنهاية حسب الله ونعم الوكيل. والي بولو يوجه قائمة من القواعد والنصائح للسوريين: الابتعاد عن النظرات الثابتة والكلمات والسلوكيات المسيئة خاصة تجاه النساء، عدم المشي في مجموعات في الأماكن العامة مثل الحدائق والمتنزهات وأيضا الساحات العامة، يعني لازم تمشي فرد فرد عشان المنطقة هذا، الامتناع عن المناقشات السياسية والابتعاد عن التوترات، عدم الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة بطريقة من شأنها أن تزعج البيئة حسبي الله ونعم الوكيل، تفادي إزعاج الجيران بصنع الطعام الذي يستخدم فيه التوابل ذات الرائحة النفاذة، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة. المصدر يعني شفق، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حتى على الطبخ ملاحقين، لا تساوي حط بهارات ولا تقوم برفع صوت الموسيقى مشان ما تزعج البيئة، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، يعني هذول ناس جهلة فعلا، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. وأيضا نقوم بالانتقال إلى رئيس بلدية هاتاي، حيث طبعا هو من حزب الجمهوري الشعب الجمهوري المعارض. الخصوبة عند السوريين مرتفعة وأعدادهم في الريحانية كبيرة، على هذا الحال سيصبح أطفالنا أقلية هناك، الموضوع خطير وطنيا حسبي الله وهو نعم الوكيل، يعني حتى موضوع الأولاد والهاية ملاحقين، يعني ما حدا ماسككم أنه يزيدوا عدد الأولاد أو أي شيء ثاني، بس ما أقول غير حسبي الله وهو نعم الوكيل على هذه الأخبار وعلى هذه التصريحات من هؤلاء. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حط لي بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.